المشاركين بيقول ان لازم يكون في جديه في مواجهه هذه الظاهره من اتحاد كره القدم بعقوبات اقل ما فيها يعني غرامات انا متهيألي مش مؤثره قوي، اقل ما فيها نقل المباراه لخارج الاستاد اقل ما فيها واللعب بدون جمهور. هنا الجمهور هيحس قد ايه إن يعني ان هو بيأذي فرقته، ان هو خارج يعني فاقد السلوك السوي والسلوك الرياضي. انا كابتن احمد يعني ظاهره يعني لو رجعنا الصوره دي يعني احنا بنتكلم في العشر 15ات وال 20 سنه صغيرين مش 20 يعني أصبح سنه اصبح التشجيع يعني مع احترامي يعني لعب عيال مدرجات اصبحت لعب عيال يعني ما يعني بدل ما اقف على النواصي واتشاكل مع اللي رايح واللي جاي اروح اعمل التفريغ ده في الملعب. فيعني يعني النهارده فين الناس الكبيره؟ فين الناس المحترمه؟ فين الناس الوقوره؟ يعني اللي هي يعني مش عايزين برضو نجبد حق هؤلاء الشباب ان هم يتواجدوا في المدرجات، ولكن ما هم دلوقتي هم ليهم السياده للاسف الشديد، واللي مديهم هذه السياده مع احترامك كابتن احمد ادارات الانديه نفسها صحيح مشجعاها وبتدعمها وبتنقلها مجانا وبتدعمها ماديا. طيب مين بقى اللي يحكمهم؟ ما فهمش ناس كبيره لا ما عادش في كبير وما فهمش يعني بل بالعكس نعم بالعكس انا اكاد اجزم ان هناك من يشجعهم على الوقف جنبهم يعني على الخروج عن النص والتجاوز بدليل ايه؟ بدليل النهارده ما يتمسك 10 15 واحد منهم مجلس اداره يجري وراء يجري بسرعه على النيابه عشان يطلعهم ولا على الشرطه عشان يطلعهم وكانه بيشاركهم. هي المشكله استاذ سامي الموضوع انه ما حدش بيبقى عارف مين المتهم مين البريء. يجي لك ولي امر يبكي، تيجي ام بتبكي تقول لك والله العظيم ابني ما عمل، وبعدين بيجروا على مجالس ادارات الانديه. انا احكي لك قصه كابتن احمد صغيره كده سريعا. نعم. في احدى المرات ما اعرفش لقيت ام بتتصل بيا على الموبايل من حوالي في نهايه الموسم الماضي. جابت منين رقم الموبايل؟ مش مهم. جابته منين؟ جابته. فبتقول لي انا ابني عايز اتاكد ان ابني محجوز في بعد ماتش مش متذكر اول ماتش، وانا سامع ان اسمه فعلا اتاكدت ان ابنها محجوز. وتاني يوم خرجوا. تقول لي ده ولد ابن مظلوم. نفس الام دي بعد ماتش الزمالك في السويس ها لقيتها بتتصل بيا تاني تقول لي انا ابني محجوز في ماتش وابني مظلوم وهو ابني مظلوم. قلت لها لا بقى وقعد اربع ايام. طب يعني اللي يعني وطالب ثانويه عامه يعني مين اللي بيجرجر الولاد دول؟ احنا زي ما بنقاوم المخدرات وبنقاوم الانحرافات وبنقاوم لازم نقومهم لازم نقومهم كمان. وده مش دور الاب والام بس طبعا، ده دور مهم قوي. دور الانديه اللي بتشجعهم وسايباهم كده زي كانهم يعني مجموعه من الغوغاء اللي منطلقين من دور الضابط ولا الرابط. القصه بقت صعبه. يعني مثلا انا النادي الاهلي مثلا ما بيبعتوش حد وبيسيبوهم وبيتعرضوا لهجمات شرسه من اولياء الامور ومن الناس وبتاع، فبتلاقي هجوم ضاغط والناس تطلع تشتم في النادي الاهلي وازاي وسبت الاولاد. يجي مثلا النادي تاني يبعت المحامين ويبعت بتاع يقول لك ازاي انت بتعمل كده، الاولاد دول خارجين عن النص. ف يعني نقفل الشباك. هم اولادنا، ما هم اصلا هم يعني هم يعني ذريه صغيره عيال صغيره عيال صغيره سن يعني الحماسه واخدهم اكثر من هم. هو مش مجرد الشغب لمجرد الشغب، هي حماسه زاد عن الحد فاقده التوجيه. فتره التوجيه بالظبط. يعني فبالتالي اللي بيحصل واحد ممكن يقود 10 ان هم يقعوا في الغلط ويقع 100 واحد بس. يعني دول مع الحماسه اللي موجوده عندهم 100 ممكن يقع في الغلط في ثانيه واحده في دقائق. فبالتالي انا يعني اذا كان الاهلي بيبعت ناس يطلع الولاد بتوعه او لا يفعل ذلك، المساله هنا ان احنا لازم الولاد دول قبل كل شيء. انا لو حاسس ان ابني تجاوز مره امنعه تماما ان هو يذهب الى الاستاد، امنعه تماما. لازم برضه البيت يعاقب. يعني الاب اللي بيسال اللي بيقول دلوقتي انا مش شايف ابني بقى لي 72 ساعه ولا نعم. طيب انت اذا سمحت له بعد كده ان هو يروح ويجي وانت بتقول في ثانويه عامه تبقى انت اللي غلطان.